السلام عليكم وجمعة مباركة سعيدة. هناك بعض الإخوة من المغرب اللي تواصلوا معايا بخصوص وضع فيديو نتحدث فيه أو نتكلم فيه على موضوع ارتفاع الأسعار في المغرب، خصوصا هذا العام في موسم الصيف. لكن لاحظت بأن هناك العديد من الناس خصوصا هنا في أمريكا مغاربة اللي تكتبوا عليكم أو تطبلوا، بهذا المعنى كاين تطبيل لبعض الجهات على اساس ان هذه الامور عاديه، وعلى اساس ان هذه الامور لها علاقه بالجفاف، وعلى ان الدجاج مثلا ارتفع لانه ما كاينش الماء اللي يشرب هذا الدجاج. هذه الامور هذا كله كذب. انا نقول لكم صراحه، هذا رايي انا، ممكن تقبلوا ممكن ما تقبلوا، انت حر، لان في الواقع في الاخر شخصيا ما عندي ما ندير، نغير لك الوضع ديالك او نغير الوضع ديالي او نغير الوضع ديال اي اخر. لكن بما ان ناس يعني مشتركين في القناه وطلبوا مني نهضر على هذا الموضوع، بما انني مغربي فغادي نهضر على هذا الموضوع يعني باحاديه، كيف تقول، ما نجي لا مع هذا ولا مع هذا. بالنسبه لارتفاع اسعار الدجاج او اللحوم، هذا الشيء عرفنا منذ مدة. في المغرب تيقول لك الجفاف راه تضعف المغرب منذ سنوات. الجفاف ماشي أول مرة، ماشي في هاد العشر سنين الأخرى أو الخمس سنين الأخرى، أو الجفاف ديما كاين، الجفاف ديما، قلة الأمطار ديما كاينة. يمكن مؤخرا كثرات بسبب العديد من الأسباب اليوم بلاش ندخلوا فيها، لكن هاد الأمر تاع الجفاف راه عادي، راه ديما كاين الجفاف. الدولة اللي ما عندهاش سياسة سدود كما كانت قديم، الدولة اللي بتعتمد على الري يعني الأمطار عوض يعني دير شي حوايج تساعد بهم الفلاح، هادشي اللي غادي نتسناو، هادشي غادي نتسناو، هادشي أمر عادي. فكاين مشكل تاع الدولة أنها ما بقاش نسمعوا سدود، مثلا ما بقاوش نسمعوا بناء سدود جداد. يعني تقريبا هادي 14 ولا 15 شهور تنسمعوا أنه كاين نقص في المياه، يعني مستوى المياه في السدود. اش دار؟ ما دار والو. بالاضافه لسياسه المغرب الاخضر وداك الشيء كله، هو عرفنا بانه مشاو الفلوس. بالنسبه للدجاج، عند واحد تيقول لهم مع كامل الاسف، الدجاج تيحتاج الماء، تيشرب الماء، فلذلك الدجاجه ثمنها غلا. انا ما فهمتش هاد النظريه الاقتصاديه من جبهه هذا السيد، غنكون معكم صريح. الدجاج مثلا في الصيف تنعرفوا بانه تتغلب عليه الموسميه، لانه موسم تعرفوا تكون اقبال تاع السياحه، تعرفوا كاين اعراس، تعرفوا بزاف الحوايج، فكاين الناس اللي تيستغلوا على هذا الامر وتزيدوا في الاثمان. وديما تنلوموا حنايا داك اللي تبيع الدجاج، الجيجي كنا نقولوا حنا في الدارجه تاعنا الجيجي او الكزار، ديما حنا تنلوموه انه هو السبب، وحنا تعرفوا بان هذوك الناس راه تيبيعوا الدجاج على اساس درهم، جوج دراهم، ثلاث دراهم، لكن ما يمكنش يبيعوا على 10 دراهم، ما يمكنش. انتو ما يمكنش نلومو مول الحانوت اللي تيبيع الدجاج على انه راه هو السبب، هذاك الشيء جاي من الفوق. كاين احتكار، كاين بزاف تاع الحوايج، كاين مناطق غيكون فيها الدجاج مرتفع على مناطق اخرى، كاين اقبال في هذه المنطقه، ما كاينش اقبال في هذه المنطقه. فهذا الامر متوقع، يعني باش تقول لي الجفاف ما نتيقوش، باش تقول لي التضخم ما نتيقوش، ما نكذبش عليكم ما نتيقوش، لان حتى هنا في امريكا تقولوا التضخم، وهذه كذبه، هذه كذبه. انا نقول لكم واحد الحاجه، بغيوها او ما تبغيوهاش، بالنسبه لامريكا نقول لكم مثلا، بالنسبه لامريكا راه الامريكيين تعرفوا ارتفاع الاسعار، امريكا تعرفوا ارتفاع الاسعار. لا مقارنه، باش نبداو من الاول، لا مقارنه بين المغرب وامريكا، لان هنا الداخل مرتفع وتماك الداخل يعني محدود. لكن حتى الناس اللي عايشين في امريكا والداخل مرتفع راه كاين مصاريف اخرى. راه شخصيا عمري ما شتنا مانجو تقريبا دولار، تنقول قبل بايدن ما كانش هاد الهضره، ما كانش. مثلا دابا مؤخرا نهار الاربعاء مشيت للسوبر مارشي، الحامض الصفر
فولمارت يعني الحبه تقريبا واش 68 سنت 68 سنتيم مثلا نقولوا، كنا تنشرو 4 5 شبكه او تيقول لك 4 بالدولار او 5 بالدولار دابا بالحبه، واش حتى هنا نقولوا راه كاين جفاف؟ يعني فلوريدا مثلا راه التساقطات انا نقول لكم بواحد النسبه كبيره طول العام، ايه كاين الجو المشمش ولكن ديما تسقط، يعني مثلا هذا الصيف تقريبا يوميا الشتاء، يوميا الشتاء دنيا خضراء، لكن كاين الجشع تاع الشركات وكاين ما غاديش نقول احتكار، ولكن الناس تيستغلوا هذه الظرفيه، التضخم باش يدخلوا الفلوس، وهذا الشيء كله راه من الدوله، من الدوله، الدوله عطات فلوس في بدايه كورونا، عاونت بها الناس، شطت المرات الشركات اللي لا شيء، وعاونت شركات كبار، شركات كبار، يعني شركات الطيران، عاونت بزاف الشركات، هادوك قبضوا الملايير تاع الدولارات، هادوك الفلوس خاصها تردهم الدولة، خاصها تردهم الدولة وفوائد، هادشي اللي كاين، البنك الفيدرالي هنا في المملكة هو البنك المركزي، طبع الفلوس عطاهم للشعب، الشعب الدولة خاصها ترد دوك الفلوس بفوائد، نفس الشيء في المغرب. غيجي واحد يقول لي في المغرب ما عطاوناش فلوس، غنقول لك راه تنظموا كأس العالم، نسيتوا هذه اللقطة أنتم. هذا كأس العالم اللي خص الملك المغرب تهيئ ليه من دابا لهذيك المدة. مين غتجيب دوك الفلوس تاعو؟ ما كاين حتى شي مسؤول اللي غادي يعطي الفلوس من جيبو. عاد تضحكوا على راسكم. راه خص الفلوس يخرجوا من دافع الضرائب من جيوبكم. يا دابا يا العام الجاي ودا غتشوفوا. وغادي تشوفوا ياك دابا تتشكيو على اللحم. ياك تتشكيو على الدجاج لانه جفاف اوكي تسناو الدخول المدرسي الشهر الجاي شهر 9 ملي بداو الدخول المدرسي وكون ارتفع الكتب وارتفع الدفاتر وداك الشيء ديك الساعه قولوا لي ثاني راه ارتفاع الورق في العالم هذا تضحكوا على راسكم تضحكوا على راسكم اللي جيتي يقول لي لا راه مول الدجاج هو السبب راه تضحك على راسك مسؤول هو الدوله الدوله هي المسؤوله على هذا الشيء خص تقنين خص تقنين لا يمكن ان انسان تشري دجاج ب 70 درهم او 50 درهم او 60 درهم لا يمكن لا يمكن الا شرينا حنا الدجاجه انا 50 درهم 50 درهم او 60 درهم الدجاجه ان انا بالوزن مثلا باوند نقولوا راه كاين الداخل انسان تشري 3000 دولار تشري 2000 دولار تشري 4000 دولار وكاين الناس ما تشريش الثمن كاين الناس الدخل تاعهم تقريبا 11000 دولار سنويا 11000 دولار سنويا اللي ما يصدقش يمشي يشوف الشرائح الضريبيه الأمريكا تاع سنه 2024 وغتشوف بان كاين الناس داخلهم اقل من 11600 دولار يعني 11600 دولار هادو ما تاخذوش الضريبه علاش؟ لانه كاينه فئه الناس اللي تيسحبهم كاع الناس اللي عايشين في امريكا لاباس عليهم كاع الناس تيدخلوا 4000 دولار 5000 دولار عاد شي خصكم تفهموا اخواني اخوات راه لا مجال للمقارنة انا ما تنقارنش بين المغرب والامريكا لكن ما تصدقوش خصوصا الناس اللي عايشين في امريكا تيطبلوا لكم وتيبي يشرح لكم وضعية اقتصادية تيبي يشرح الاقتصاد على اساس على انه كذا كذا فاهم هو في الاقتصاد والناس مقهورة صاحبي الناس مقهورة تضحك عليهم تقول لهم تقول لهم مثلا الدجاجة ما لقات خصها تشرب الماء ما لقات الماء داك الشيء علاش طلع الثمن اش هاد الهضرة اش هاد الهضرة اش هاد الهضرة أو أن الحرارة قتلت الدجاج، واش هاد الحرارة؟ هذا أول عام، واش الله خلق الحرارة في 2024؟ الحرارة ما تخلق البشر، الحرارة كاينة، فما تبقاوش تتصدقوا أي واحد، ثانيا الدولة، وهذا مع احترامي يعني للجميع، الدولة، من تشوف كاين واحد الملتقى الرياضي مثلا الألعاب الأولمبية دابا وتتشوف كل شيء مكبوب على الكرة 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 وكاين الناس اللي غادي مسافرين باش يشوفوا الماتش ديال الكرة الدولة اش تقول؟ الدولة تقول هاد الناس راه عندهم الفلوس الدولة تقول هاد الناس عندهم الفلوس وهاد الشيء قلت لكم ترى هنا حتى هو في امريكا كان واحد الضغط على البنك المركزي اللي هو البنك الفيدرالي في امريكا باش نسخر نزل الفائدة ان الناس تقهروا القدرة الشرائية ضعفت في امريكا فهمتي؟ اش تيقول لهم هذاك الامور ديال البنك الفيدرالي؟ لا الارقام تاعنا تبين بان الامريكيين عندهم مدخرات
الامريكيين تصرفوا. لا، المجتمع الامريكي مجتمع استهلاكي، المجتمع الامريكي مجتمع استهلاكي ماشي بحال المغرب. يعني كاين المغرب بصفه عامه عندي غادي نشري، ما عندها ما غاديش نشري. كاين الناس اللي تمشيو للكريديات، ولكن بصفه عامه عندي غادي نمشي نشري ديك الحاجه، ما عنديش ما غاديش. هنا لا، هنا عندي او ما عندي اللي هي الغالبيه الساحقه بصفه عامه الكريدي كارد. تمشي شد كريدي كارد، تبدا تصرف تصرف تصرف، تلقى راسو واحد في 30,000 ولا 10,000 دولار خصو يخلص كريدي كارد طول عمرو طول عمرو. الدخل تيدخل من هنا، تمشي للكريدي كارد باش يخلص الفاكتوره تاعو تاع الكريدي كارد. هادشي خصكم تفهموه يا اخواني اخوات، المغرب ماشي مجتمع استهلاك، لان تتعرفوا بان الدخل ضعيف في المغرب، الدخل ضعيف، الاسعار ترتفع والدخل ما ترتفع. نفس الشيء حتى هنايا، ولا هادشي راه طبيعي حتى هنايا. يعني سميتو مصاريف الحياه، الكاست اوف ليفين، تكاليف المعيشه طلعت في 3 سنين اخرى او 4 سنين اخرى تاع عاد بايدن، والرواتب ما تطلعوش، يطلعوا 0.9%. والان هاد الازمه اللي كاينه تاع الاسهم والاسواق الماليه وهذا الشيء اللي تيسرحوا العمال تجروا على الناس من الخدامين، يعني اي واحد في خدمته لا مين يبي مين تينتظر الزياده. لا ما غتكونش الزياده كبيره، ما غتكونش الزياده كبيره، ولكن تكلفه المعيشه ما تنزلش. فهاد الشيء اللي خصكم تفهموه، هاد الشيء خصكم تفهموه، هو ان راه لا المغرب ولا امريكا، ولا نهضروا على المغرب، الاسعار ترتفع ترتفع ترتفع، ولكن الصالير راه هنا، راه هنا، وما كاينش مساعدات، ما تاخذوش المغاربه مساعدات. يعني مثلا هنا بنادم اللي كان فقير تيدفع على مساعدات، يقدر يشد داك الشيء تاع الماكله قصائم الطعام، يقدر يشد الهاوسين، يشد بارتمات، يشد يعني ديور اقل ثمن، لان تشوف الدخل ديالو على حسب الولايات. لكن في المغرب ما عندك ما تستافد، ما عندك حتى حاجه. فداك الشيء تنقول لكم لا مجال مقارنه. حنت بعض الاخوان قال لي درنا فيديو على الاسعار في امريكا، اش غادي نصور لك؟ اش غادي نصور لك؟ حتى لو صورت لك الخبز مثلا بدولار ونص، او العنب مثلا 3 دولار للباوند اللي هو نص كيلو، اش غادي؟ ما عندي ما نقول لك، ما عندي ما نقول لك، لان ما غادي تستعملش. ارتفع الاسعار كاين في العالم كله، لكن كل دوله مختلفه. مصر مصر بحال المغرب، او فلاست لمصر، مصر فلاست. مصر شنو ياكلوا ديما؟ اشنو هي الوجبه اليوميه بمصر؟ هي الفول. ما بقاوش قادين هذاك توصل تاع الفول الصباح تياكلوه، ما بقاوش قادين عليه. فهاد الشيء راه الدوله هي المسؤوله عليه، ماشي المواطن، ماشي المواطن. نشوفوا الناس في الاخر تبدا تدعي وجناهم الله، او السيد اللي شفتو في هذا الفيديو مع كامل الاسف قال لهم انا الدخل ديالي اليومي هو 1000 ريال، 1000 ريال. اذا هاد مول 1000 ريال كيفاش غادي يشري دجاجه؟ باش غادي يشري دجاجه؟ ولا عنده وليد، وبالطبع عنده وليدات، كي غايدير لها؟ ف ما تضحكوش على الناس وما تصنتوش اللي يضحك عليكم. قاعد هنا في الميريكان، قاعد عنده دار، تلقاه مجوج قوريه، فولو منقي بهاد العربيه تاع عرابت، 20 فيديو في النهار مرمي. اش يدير هاد السيد؟ اش يدير؟ انتم قاعد تتصنتوا، اش يدير؟ فما تبقاوش تصدقوا اي حاجه. قلتها مرارا وتكرارا، شفتي الفيديو تاعي انا شخصيا، انا شافكم 100 واحد وفهموا، راه حصل لي، احسن لي، راه هانيه، هانيه. انما باش نكذب على الناس ونضحك عليك راه ما نقبلهاش على راسي، ما نكذبش عليكم، ما نقبلهاش على راسي. تيقني ما تيقني، راه انت اللي في الوضع وانت انا في وضع اخر، فهمتي؟ انا نقولكش انا احسن منك، كل واحد واش كتب ليه الله، كل واحد واش كتب ليه الله. لكن باش يضحك عليك شي واحد بيقولك بالجفاف او الحراره انت الدجاج تيموت اليوم، هذاك الشيء راه كله كتب. راه حنا مغاربه وتنعرفوا هاد الصيف ديما الحراره تكون في المغرب من نهار تولدنا، كاين اللي عمره 50 وكاين اللي عمره 60، كاين اللي تعرف هادشي. ما تجيش تقول لي انا في 2024
الدجاج تيموت لهم بالحراره. الدجاج ما لقى الماء، راه من نهار عقلنا وحنا الجفاف تنسمع، من نهار عقلنا الجفاف، عمر شي عام داز بلا جفاف. صبت الشتا الجفاف، ما صبت الشتا الجفاف، ولا ما تتصبش تمشي شوفوا اشنا هو السبب. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. ابدا نقول شي واحد سير خطور على الدوله ولا، لكن فهم فهم راه هذا هو الواقع. والقادم أسوأ مع كامل الاسف، القادم أسوأ، لانه الا كان شي ركود اقتصادي تهضر عليه دابا في الميريكان وضرب الميريكان غيضرب العالم. انا نقول لك ملي تكون ازمه ماليه في الميريكان غتضرب الازمه، تكون ازمه عالميه. وديك الساعه يجي واحد يقول لك لا راه السبب تاعك كذا كذا، فراه ما عندك ما دير. المواطن ما عنده ما يدير، هذا هو الواقع. ما تصنتوش اللي تيكذب عليكم، ما تصنتوش اللي تيكذب عليكم. هادشي اللي السلام عليكم.